السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنا جائحة كورونا، الوباء، المرض الذي أزعج العالم بأكمله، ونتمنى أن ترجع الأمور إلى طبيعتها العادية. اليوم جيت على قاعة ديال الرياضة، كانت مجموعة صديق عراقي اسمه سيف. سيف سيف سيف، نسولك واحد السؤال في أي وقت ابتدأت أن تأتي إلى هذه القاعة؟ كل يوم الساعة 5 عصرا. نعم، ولكن أنا أعقل لا كم ديال الوقت، يعني ساعتين إن شاء الله باش رجعت في هذه الحالة. هذه أنت أنا أعقل عليك يعني قديما، هذه واحد 6 شهور إلى الوراء، يعني كنت إنسان نحيل، وكانت البنية ديالك يعني مش جيدة. صحيح. وش هي النصائح اللي تقدم للناس يعني باش يغيروا يعني الحياة ديالهم وتولي البنية الجسدية يعني مزيانة وصحية؟ باش كتنصح أنت الناس؟ والله بنصحهم التمرين المستمر والأكل الصحي. هل مثلاً هذا الأكل الصحي مثلاً؟ يعني بخالي من السكريات وخالي من الدهون، يعني كله دهون صحية. يعني مش يعني مش أكل الزبدة صباحاً. لا 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 لا، ما فيش كده. يعني وش تأكل مثلاً؟ بيض. نعم. خبز. يعني رغيف، خبز ما بعرف شو سماه. لا، وش رغيف ديال المتجر ولا تسويه بيدك في البيت؟ المتجر. اش من نوع؟ اش من نوع؟ اسود ما بعرف. الخبز الاسود. أيوة. مو طليبة. ايوه. شوفان كثير كويس. البيض، بيض وشوفان، خبز وقهوة. القهوة شنو؟ كحلة ولا القهوة بالحليب؟ بالانديز دائما سوداء، يعني تساعد على الحرق الدهون. كويس والله كويس. يعني انت تجي دائما هنا الساعه الثالثه زوالا، عندك ساعه عندك ساعتين ثلاثه في اليوم. ساعتين ثلاثه في اليوم، هذا كيقولوا له هذا عمر قديم في القاعه. على حيدر. ولكن الناس هنا اصبر، نمشي على حيدر، نجيو نشوف واحد الصديق اخر هو يلعب. كم عندك من ديال من شهر هنا في هذه القاعه؟ سنه ونص. عودت. كم عندك من شهر في هذا؟ سنه ونص. كويس. شحال كتمتارن من ساعه في اليوم؟ ساعتين. تجي دائما حتى انت في بعد العصر؟ 6 ايام في الاسبوع. كويس. ماذا عن أكلك الصحي؟ ماذا تستهلك؟ ها؟ مثلاً الأكل الصحي اللي كتناول أنت؟ تأكل خبز وشاي؟ لا لا، ما هذا خلصت؟ معلم، قطع عليه. أوكي يا إخوة وأخوات، أتمنى لكم يوماً سعيداً، مع السلامة.